متوقع مع التقنية قلت لك وتخف تخفيف العمل 3 شهور، بس إذا تم هيك وتيرة القصف نفس الشيء جوز يعني شهر شهر ونص يعني. عندك يعني ما في انت محاصر في هالنقطة وبدك تدبر كل الحالات اللي بتجيك. في حالات كثير مثلا اصابات عصبية يعني كبيرة ما تقدر تدبرها، هي قد ما اشتغلت فيه هون ما راح يسوي له شيء. فبتم فترة 5 دقائق يعني عم يلفظ انفاسه حتى هو يعني القائد مشاكل اكثر باعداد كبيرة للمصابين يعني. يعني اغلب القصف بيستهدف التجمعات مثلا الشوارع بتنظم سكان دور اذا في دور عن الخبز او دور عن اي شيء انه بوزع اماكن اغاثه يعني هي بنستهدف كثير فبيجي كميه كبيره من الاصابات يعني ما بقدر ما شايف حدا اوقات تعبى كل يعني ما في دم حل لا من اماكن بالعينين مشدده ولا اماكن الاستشفاء بالجناح يعني بفرغ الجناح بتفضي مره ومرتين باليوم حتى على طول الاستشفاء او مشافي الثانيه حتى تمك اماكن للمرضى. هل نحن بنقدر عليهم نشتغل؟ يعني احيانا مضطر بنفس مشفى واحد مثلا نشتغل 20 30 عمليه جراحيه في يوم واحد، واحيانا يعني نشوف المشافي الثانية هل يعني عم تشتغل مشافي بأقصى طاقات. يعني نحن بأساس بالحصار يعني إنه نتبع سياسة تقنين للمحروقات وللمستهلكات والأدوية، بس باشتداد القصف يعني لفترات طويلة كأيام طويلة كان شديد كتير، فما قدرنا أي نعمل أي تقنين لا للمحروقات ولا يعني